السلام عليكم ومرحبا بكم، نتمنى تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. قبل ما نبداو لا فيديو تاع نهار اليوم، نصليو على خير الانام سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. في الفيديو هادي جبت لكم الوغ اليوم ان ديسير اللي هو فلان ميزون، يطيب في الفوغ. ندوزو نشوفو مع بعض المقادير وطريقة التحضير. بصح قبل هذا نقول لكم ما تنسونيش بالاشتراك في القناة، لايك لا فيديو فضلا وليس امرا. الحاجة الاولى كيما راكم تشوفو هدايا جوغ كيما نقولو حنايا حليب مركز محلى، ولا كيما نقولو له نيسلي، خدمتو في البيت. شوفو الوصفة هادية ناجحة 100%، الى حبيتو تشوفوها تلقاوها على قناتي. يعني ما وليتش نشري فرانشمون ما وليتش نشري النيسلي بعد ما استعملت هاد الوصفه، المقادير تاعها هايلين. فوالا، دونك شوفوا هنايا تستعملوا علبه كامله تاع النيسلي، سينو كيما انايا استعملت 300 غرام. يعني انايا من في العلبه نقص منها حوالي زوج مغارف كبار، باش هكذا بيان سور نقص الحلاوه. دونك هكذايا تقدروا تستعملوا علبه حتى يعني العلبه غير زوج مغارف. نسحق 4 حبات بيض كاملين، رايحه نسحق. نبدا لكم بالحليب، نص لتر حليب، مغرفه كبيره تاع لافاني، رشه ملح. بصح قبل ما نبداو الحاجه الاولى اللي انا رايحه نعملها، نسحق كاس سكر نحطو دونز اون كاسرول ونحطو فوق النار افان دو فيغ لو كاراميل ديالي. دونك رايحه نحطو فوق النار حتى يذوب كامل، بصح اتونسيو يتحرق، رايح يعطي لكم ان غو ماشي ملاح. هنايا حطيت الكاس تاع السكر دونز اون كاسرول كيما راكم تشوفوا، رايحه نخدم كاراميل اسيك، سيتادير بلا ما نزيد له حتى قطره تاع الماء. نخليه فوق نار تكون متوسطه حتى يبدا يذوب، وسورتو الكاسرونه تاعنا تكون ناشفه بيان سور، والسكر تاني كيكون يعني ما فيه حتى اضافات. فوالا، دونك نخليه حتى يبدا يذوب، ما ندخل اوكين كويير، يعني انايا على طريقتي ما ندخل حتى مغرفه، نخليه يذوب وحده. ندير برك لو جيست يعني تاعي، نحرك برك لا كاسرول، يعني نشدها من اليد ونحركها سي تو. هنايا شوفوا الكراميل كيفاش بدا يذوب السكر من تحت، نخليه بهذا الشكل، نخليه يذوب على نار تكون هاديه بيان سور. فوالا، نخليه يذوب غير بالعقل، يبدا يذوب هكذايا من لي كوتي، يعني الجهه التحتانيه هنايا راهي دايبه، وبيان سور دوك يزيد يذوب كامل. وانايا نخليه بهذا الشكل، مازال ما نبداش يعني نحرك الكاسرونه تاعي. قلت لكم هنايا ما تدخلوا يعني حتى مغرفه ولا سباتول لو كيما كي وصلت لهذه المرحله، نبدا نحرك في الكاسرول تاعي، نشدها غير من اليد ونبقى ندور فيها غير بالعقل، وهي بيان سور راهي فوق النار هكذايا. نحرك دون فاسون وين السكر هذاك، نعاون هذاك السكر اللي من الفوق باش يذوب كامل، ندير هاد لي موفمون. هاوليك هنايا السكر راه داب كامل، نكمل انا حتى نتحصل على كراميل يكون بيان ليس. دونك هذه هي الوصفه تاع الكراميل اسيك اللي قلنا ما فيه حتى اضافات، غير السكر وحده. هاي ليك النتيجه، شوفوا شحال جا ليس. دونك هنايا ما عليا غير نحيه من الفرن، سينو رايح يتحرق لي، ومن بعد كي يتحرق رايح يعطي لي ذوق، راكم تعرفوا ذوق يعني مر. فوالا، يطلق لاميرتوم ديالو هنايا. وهو سخون نحطوه في المول، يعني ما تخلوش يبرد، سينو رايح يبسلكم في الكاسرونه. دونك هكذايا حاولوا كيفاش يعني تحطوه كامل على المول. فوالا، تفرشوه كامل على المول. انا هنايا استعملت هاد لو بيغيكس اللي يكون كيما شفتو مربع، كاش نقولو طول الضلع ديالو، نقولو شويه لمسيد طول الضلع ديالو هو 21 سنتيمتر، وانتوما استعملوا المول اللي حبيتو. هنايا وليت الفلون ديالي، حطيت 300 غرام تاع الحليب المركز المحلى، 4 بيضات، نص لتر حليب، رشه ملح،
وقلنا بغرفة كبيرة تاع لافاني، ونخلط كلش بالميكسور مدة 3 دقائق، يعني 3 مينوت وانايا نخلط بالميكسور. هكذايا نتحصل على هذا الخليط. دوك انا هنايا صفيته باش نحيلو نقصلو شويه هذوك الغاوي. هكذايا ونجيب لو مول تاعي لو بيغاكس اللي فيه الكراميل، هذاك الكراميل راه برد. دونك نفرغ لو فلون، خليط تاع لو فلون. وهنايا خديت سنيوه وحده اخرى تكون كبيره على هذاك على المول تاع الفلون. فوالا دونك نحط فيها طرشون، تبعوا معايا. حطيت فيها منديل تاع مطبخ ان طرشون، ودرت لها الماء سخون. فوالا هكذايا باش راني رايحه نطيب هذا لو فلون تاعي في بان ماري، في حمام مائي، ونحطو بيان سور في الفرن. الفرن هنايا يكون سخون على 180 درجه، نخليه مده ساعه كامله. وبيان سور كل وحده والفرن تاعها، يعني شوفوه عسوه باش هكذايا ما يتحرق لكمش. المهم تحصلوا على هاد النتيجه. شوفوا كاش يطيب بيان، يعني بيان دوغي محمر. الله الله فوالا. دونك هنايا مازالو سخون، انا نخليه يبرد ومن بعد نحيه نحطو في الفريجيدير في الثلاجه مده على الاقل 4 سوايع. انا خليته يعني ليله كامله. فوالا ليسونسييل خلوه يبرد تماما. هاي ليك هنا، يعني نوري لكم النتيجه. كما قلت لكم هنا مازالو سخون، هذا وين جبتو من الفرن. وهنايا بعد ما خليتو ليله بكمالها شوفوا النتيجه. هاي ليك. وهنايا حبيباتي نقسم لكم ان مغسو باش هكذايا تشوفوا النتيجه النهائيه كيفاش جانا هذا الفلون كراميل. دابور حبيت تشوفوا لا تيكستور تاعو كيفاش جا شاد روحو. هاوليك شوفوا اللون تاعو ما شاء الله، بيان دوغي ولا تيكستور هايله. وحتى المذاق ما عندي ما نقول، يعني نزيد له الكراميل من الفوق، اذا رايح يزيد له بنه على بنه. كيما شفتوا خدمنا الكراميل ساك مع بعض، حاجه سهله. نتمنى تجربوه ويعجبكم ان شاء الله. بيان سور هنايا اللي حبت يجيها عالي على هكذا، ما عليها غير ضعف المقادير، ولا تستعمل ان مول يكون صغير على اللي استعملته انايا. وبيان سور تقدروا تستعملوا دي مول انديفيديوال. فوالا دونك هنايا ندوقو قدامكم، شهيتكم في الجنه فريمون. ايلي ترو بون، يعني كي تبداو تذوقوه ما تقدروش تحبسو، تالمو ايلي بون. وبشهاده كامل اللي ذاقوه، نتمنى من كل قلبي تجربوه، وخاصه سيدنا رمضان راهو على الابواب. هديه تليق وصفه هايله للسهره ولا حتى للسحور، باسكو كيما شفتوا فيه الحليب فيه البيض، يعني حاجه مغذيه. وشفنا كيفاش نديرو كراميل ساك، وكاين الوصفه تاع الحليب المركز المحلى في القناه، وصفه مضمونه 100%. نتمنى تجربوها، ونتمنى تجربوا هذا الفلون يعجبكم. نقول لكم الى اللقاء، مع الف سلامه.